بهذه المنطقة دأب السكان لثقافة التبرع بالأراضي، والتي من شأنها رفع الغبن على السكان لإنجاز مشاريع يستفيد منها الصالح العام. الأرض احنا يا تاع جدودنا، وانا اللي مثلتها، ما خلصنا ما نخلصوا ما نحوسوا في حاجة، احنا مدينها لله في وجه الله تماما الشوابن. هذه الأرضية التي انطلقت بها الأشغال هي عبارة عن هبة قدمها متبرعون لإنجازها متوسطة، وكذا قاعة علاج، ومثل هكذا مشاريع كثيرة. احنا هذه الأرض انا مدينها في سبيل الله لله على الشوابن، ونطالبين المؤسسة تكون صادقة ان شاء الله وتخدم تقرنا وتقرنا اولادنا واولاد اولادنا الى الاخير. شي يبنيو سيام ويبنيو البوليكلينيك ليها، ونطلبوا ان شاء الله من الوالي مناصب الشغل يكونوا الاولى ابناء المنطقه. رسمت على اراضي قد تبرع بها مواطنون حتى يساعدوا الولايه في انجاز بعض المرافق اللي تعود بال يعني بالنفع العام، خاصه المنطقه التي تعاني بعض يعني عجز في هذه المرفقين، خاصه قطاع التربيه الوطنيه والصحه العموميه. اغلب المساجد المتواجده بالمنطقه تبرع بها محسنون على أراضي وقفة، ولا يزال سكانها يتبرعون بمساحات أخرى حتى أصبحت ثقافة راسخة لدى أهالي منطقة والهاصة، هدفها فك الغبن عن السكان والتعجيل بتنميتها.